واحد بيقول احافظ على تقديم العشور كل شهر من راتبي، اما المعاش فلا ادفع العشور منه لظروف المعيشة، والان مخصص باولادي فهل هذا حرام؟ العشور ده ليست ملكك، دي بتاعت ربنا، فانت لابد تدفعها لاي حد، يعني لا نقيدك بحاجة، ما يكون ضميرك مستريح اليه هو ده كويس. وحتى لما تدفع من احتياجك ربنا يبارك في الباقي جدا، يعني زي المرأة الأرملة اللي دفعت من احتياجها.